بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا غريب يا سليم. مصيبة غربة وسلبة، الله أكبر. يا سليب العمامة والرداء، يا حسين ليلة مسلم. بس إجباري قال أحدهم لما جن الليل على الحسين: ما بقى للحسين إلا سروال، هممت أن أخذ ذاك السروال، جئت للحسين أن أسلب ذاك السروال. لما مددت يدي على سروال الحسين رفع يمينه فقطعت يمين الحسين لأسلب ذاك السروال. الله أكبر. رفع يمينه تعلق في سروال، قطعت يساره، يقول بيساره لزم سروال، ما يصير حجة الله يبقى عاري على وجه الصعيد. يقول قطعت يسار الحسين وإذا بمحمل نزل من السماء. نزل منه عدة أشخاص، نزل رجل كأنه القمر وخلفه رجل بطل عملاق. يقول نزلت منه امرأة تنادي وولدا وحسينا، كلمت الحسين كلمها، قالت بني حسين من الذي قطع يمينك وشمالك؟ أشار الحسين بيده المقطوعة علي، صرخت وولدا وحسينا. يقول هبت ريح، ما أنا إلا مقطوع اليدين والقدمين. يا سليب العمامة والرداء، يا حسين سيدي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تعد رابحة،
كما عاد مسلم بين العدا غريبا وحيدا. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الفادحة. لقد خذلوا وغدروا وغدرتهم لم تزال واضحة. فيا ابن عقيل يا ابن عم الحسين فدتك النفوس لعظم مصيبتك لنبكي يا شباب لنبكي لها بمذاب القلوب. فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدما يا ابن عم الحسين. أول من نصب عزاء مسلم وأول من بكى عليه هو الحسين سلام الله عليه. كل المرجل المسلم هو واحد وهم آلاف. غريب أصبح وهالكوفة ما أجروا وياها انصاف. نسى ورجالها ترمي وكل هذا الخطر ما خاف. فدية النفس طوع عمرك يا ظنوة هو شمها من دارت عليه القوم 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 ومن صارت عليه لمها. كون حسين يا أبا عبد الله كون حسين يا عباس حاضر نخوته ويمه ومن ضربه على راسه وجسمه تخضب بدم مثل ما يخضبه بالدم يردها مخضبه بدمه مجتول وغريب الدار ولا مين نايح ناحيت. قتلوا وما أقاموا له عزاء. احنا خلي نقيم عزاء لمسلم. احنا خلنا نبكي على مسلم لنندب ابن عم الحسين مجتول وغريب الدار ولا من نايحة ناحت. غيرته وحميته من عدها العدا راحت. لا ناعي لا ناعي لخوته الراح يندبها ويحشمها. آخ مصيبة مصيبة صدع الأجبال الأجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال. اي والله هم شفت ميت يجرونه بالأحبال. يا خويا لا تظن صارت مثلها. هذيك الساعة هاجت مضحجي من الدور وشقتي الهاني مسلم قبور. اي والله وهاني وهاني تظن التذب زادي وهاني وشتي للغدر سل روحي وهاني صدق بالسوق مسلم وهاني انسحبوا بالاحبال على الوطيه انسحبوا بالاحبال على الوطيه. مر علي
عليكم مصيبة مولاي مسلم. هذا ابن عم الحسين أرسله الحسين وأرسل مع رسالة وكتب الحسين بيدي أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمقرب من أهل بيتي مسلم يأمر نعم بكتاب الله. وإجا مسلم ودخل الكوفة والتفت عليه الناس وأكثر من 10,000 رجال بايعوه لكن ما طلعت بيهم رجولة. إي والله كلهم غدروا بمسلم. على كل أحبابي وما أرد أكرر الكلمات وأعيدها عليكم. هذا ابن عم العقيب ابن عم الحسين سلام الله عليه. وإذا تغدر بي الناس وتنقلب على أعقابها وراح دخل ببيت هاني رحمه الله رضوان الله عليه وبعدين معقل صار يدخل بالتجسس وعن طريق الكذب. الله أكبر نستجير بالله. على كل ونقل الأخبار لعبيد الشيطان وقال له مسلم ترى بدار هاني وأرسل على هاني وجابه. شوف هذا الموقف اللي خلد هذا الرجال هاني. قال له أنا أريد مسلم بن عقيل. قال له مو عندي. قال له لا اللي نقل لي ثقة. قال له منو؟ قال له هذا معقل دخل الدارك. قال له هذا احنا لقيناه بالمسجد يصلي يعبد الله ومن هذا الباب عرفناه. على كل قال له أريد مسلم. قال له اسمع مسلم رسول إمامي وأصلي وراءه وضيفي ما أعطيك إياه. قال له أقتلك. قال له ما دام تقتلني اسمع نعم خلاصة الكلام. قال له شنو كلامك؟ قال اسمع والله لو يدي على رأس من أطفال بني هاشم مو مسلم طفل وتقول لي أرفعها ما أرفعها لو تقطع. قال اقتلق. قال اقضي ما انت قاضي. على كل واخذوا هاني وضربوا على وجهه وتناثر لحم خديه ونعم هجموا على دار هاني وطلع مسلم حتى لا تهتك الدار ويا مجموعة اللي قالهم انتم ساعة الصفر تجون. وذهب الى مسجد الامام علي سلام الله عليه مسجد الكوفة وصار يصلي بالناس. التفت لم يرى احد من اولئك الذي حفوا به. فطلع مسلم عرف الناس غدرت بيه واجا يتمشى بسكك الكوفة يريد ياخذ نعم حافة النهر حتى انتهى به الامر الى سكة مقلوقة. وجد تلك الامرأة الخيرة الطيبة العظيمة اللي نصرت آل رسول الله واقفة وتنتظر ذاك الولد العاق. يا سبحان الله الخبيث من الطيب. الله إن شاء الله يحسن عاقبتكم ويرزقكم أولاد صالحين طيبين بحق مسلم بن عقيل. عاد إجا مولانا مسلم سلم عليها أخذه العطش. السلام عليك أخيتها. قالت وعليك السلام. قال أمة الله أنا عطشان. قالت الأمر هين ماي ما أرخص من الماي وما أكثر من الماي. جابت له ماي شرب وبقى واقف. قالت أما شربت الماء؟ قال بلى. قالت إذن أمضي إلى أهلك يلا روح. تقول الرواية قام وقد اسودت الدنيا في وجهه. قال أمة الله أنا غريب ليس لي أهل. نعم في مصركم هذا أنا غريب. قالت من أنت وما غربتك التي أبعدتك عن أهلك؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل أنا سفير الحسين. قالت بالله عليك أنت ابن عم الحسين؟ قال إي والله أنا ابن عم الحسين. تقل يا غايتي يا غايتي يا غايتي ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك. أنا الخادم وسهلة طلبتك. والله عقوب ما شرب ظل واقف ومرتاب وطاعت لعيت وتناشد بترتاب. شنهي وقفتك هذي على الباب؟ أشوف أن وقفتك ما هي بمحلها. سكت مسلم وهي ردت تنادي الهلك روح وصاحت علي. يقلها الضيف عندك ما تضيفي وهو يجازيك والدمع يهلها. يقلها أنا غريب ومالي أعوان وخانة
طافت بها الكوفة وانا مفرد بالاعوان وما حد يودي لي خبر لولاد عدنان. وقعت على قدمي تقبلهما ودخلت الدار واجلسته بتلك الحجرة وجابت لي ماي، جابت لي طعام ما اكل. قالت نور عيني لما لا تأكل؟ قال الأمر نعم قضى. شلون مولاي؟ قال رأيت عمي أمير المؤمنين يقول إنا مشتاقون إليك وما هي إلا ساعات وأنا مفارقكم. قالت العجيب مولاي وانت راح تفارق الدنيا؟ قال بلى أنا غدا أقتل. قلت لوا خجلتا من عمك أمير المؤمنين آلاف مؤلفة ما نصرتك واقعا يا أخواني، مرة تسوى ملايين نعم من أولئك الرجال الجبناء اللي هضيمة على وجوها شوارب. أي والله على كل صارت تدخل عليه تخدمة كذا. هذا بلال شافه قالها يما شنو الأمر؟ قلت لي ضيف الحسين وسفير الحسين وعدنا ضيف. قالها لا يما أنا أكتم السر، ومن الصبح نعم مضى إلى هذا اللعين وهو يقول يا أمير البشارة هذه أمي باتت تجير الأعداء وأقبلت جيش آلاف مؤلفة وملأوا الطرق والسكك، وإذا بهذه الأمرأة الوحيدة اللي ما عدها حقيقة أحد دخلت على مسلم. شوفوا شلون موقف مشرف، دخلت البسمة على شفتيها وهي تقول يا ابن عم الحسين، يا ابن عم الحسين. ما قلت لداري راح يهدموها راح يقتلوك ويقتلوني، هاي رجال جتنا وجتنا خيل وسلاح. قالت يا ابن عم الحسين القوم قصدوا دارنا وأنا أريدك أن تفعل بهم نعم كأفعال عمك علي بالحروب التي سلفت. قال عيناك ناوليني سيفي، ونهض ابن عقيل كالأسد بل أعظم وطوعا. نعم تشد عزمة تقول له شد يا ابن عقيل، شد يا ابن عقيل لفاك الجيش يا حيد أريدك نعم يردون يولونك يا صنديب أريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها تار سلبيد بس انكسر خاطر عليها. يقلها تشجعيني وبعم حيدر تذكريني أنا ما دام صمصام بيميني العزم بالله لك وفي جمع ليجيني. أريد أذكر ألفاظ استشهاد مسلم سلام الله عليه، شوية طفونا هاي الضوء أبو فاطمة اسمع شوي رتب الله يعزك إن شاء الله. فأقبل هذا الجيش ووقف بباب دار طوعة وخرج ابن عقيل واقتلع الباب وهو ما جاء يقاتل، جاي رسول يا أخواني، الرسول لا يقتل ولا يقاتل. على كل لكن هذا ابن عقيل بطل أبى أن يقتل إلا حرة وغبر الوجوه يشيل الفارس ويرمي على البيت ويقع للقاع مقطوع النفس مية نهاض من كنز ابو طالب شبل بموسط الحومة وهيع بيها المهيع وسال السيل شيروفة خيلش ما تزيد الخيل والمردوف مردوفة بثر هالزلم تترادى ويتلى الفزع كل جبهة. وإذا بطوعة تسقيه مية وتقول له شد إن العمر ساعة فلا تجعله إلا طاعة. وصاحت بأولئك اللعناء الخاطر الله يا الكوفان ارحموه هذا ابن أخو الكرار حيدر لا ما تسحبوه خلوه يمشي برماحة قلب شعب خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. انصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك لو يتركونك جانفت قلبي وداويك إن كان سلمت منك يدهم سلم على حسين. إذا نعم طلعت من هاي المصيبة سلمني على الحسين. التفت لها ابن عقيل قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة أوصيت كان بهالبلد طبة ويتامة والله قول ترى مسلم يبلغكم سلامة سلامة
أيامه. بعد أيام يجون أطفال وأيتام يا نعم يا طوع، أقدمي لهم الطعام والشراب. يجون عيال الحسين ويجون بنات الحسين وتجي وياهم بنيتي، نعم حميدة، سلميني على بنيتي اللي ما شفتها، اللي حالت بيني وبينها الأقدار، يقلها اليوم ما تحصل سلامة سلامة، أصيت جانب هالبلد طبوا ويتامة، والله قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، واجرج على الله والنبي سيد الكونين. رجال وحتى وهجموا عليه هجمة واحدة، بعضهم بالسهام بالنبال بالسيوف بمشاعل القصف، حقيقة اخواني نزف دم وضعف عن القتال، الله اكبر، وقع بينهم اخذوا سيف بكاء، قالوا يا ابن عقيل مثلك يطلب ما يطلب يبكي، قال والله لا أبكي على نفسي ولا على عيالي، أبكي على الحسين اللي جايكم هو وعياله، إيش راح يسوون بالحسين؟ الله قيدوا وأوثقوا كتاف وأخذوا إلى قصر الإمارة، أدخلوا على ذاك الطاغية لم يسلم، قالوا لم لا تسلم يا مسلم على الأمير؟ قال أنا لا أعرف أمير غير مولاي الحسين، كأنما لسان حال ما لغيرك يا أبا عبد الله، ما لغيرك يا ابن الزهراء. التفت إلي ذاك اللعين قال مسلم سلمت أو لم تسلم فأنت مقتول، ولما عرف مسلم أنه مقتول قال أنا عطشان أريد ماء، جابوا له ماء، أراد أن يشرب فوقع الثنايا بذاك الماء، قال لو كان من الرزق المحتوم لشربت، ولكن شاء الله شاء الله شاء الله أن يقتل مسلم عطشان كما يقتل الحسين، كما يقتل أبا الفاض، كما يقتل علي، شاء الله أن يواسي مسلم بنفسه سيد الشهداء. على كل صاحين أين ابن حمران؟ يا ابن حمران خذه واصعد به إلى سطح قصر الإمارة، واضرب عنقه واتي برأسه، أول قتيل من آل الحسين. يا شباب، وأنا ذاكر لكم هنا، رسول الله بكى على مسلم، علي بكى على مسلم، الزهراء بكت على مسلم، حسين، أبا عبد الله بكى، الحسن، زينب، كلهم بكوا على مسلم. أريد نسوي ضجة صرخة لمسلم، صعدوا به على سطح قصر الإمارة، أيوة سيدا ومسلما. التفت لابن حمران قال يا ابن حمران حل كتافي لأصلي لله، قال مسلم صليت أو لم تصلي فلا تنفعك الصلاة، قال مهني لأن جبناء هذولا ما يمهلون حقيقة غيرهم، جبناء هشيمة الأعداء الجبان، قال مهني حتى أسلم على سيدي ومولاي الحسين، دار عيني ونادى من عليك من السلام، يا أبا عبد الله سيد لقد خانوا بنا رعايانا، وما أمهله اللعين حتى رفع سيفه وضرب مسلم على رقبته، أيوة سيدا وغريبا، ورموا بجثته من على سطح قصر الإمارة المقدر، قضى وشاعت أخباره، ورموا القوم من قصر الإمارة، وهاين
شتيل بعده وبقى الداره مظلمه ولا بعد واحد يصلها. وضعوا الحبال برجليه الله وسحبوا بالاسواق والمنادي ينادي: هذا رسول الحسين، هذا ابن عم الحسين، على الدنيا العفا. واجن عليه الليل وجاءته زوجة هاني يا اخواني، حفرت له حفيرة، نعم، عند ظهر قصر الأمارة، المكان اللي هسه بيه موجود مولانا مسلم. حرمة اجيت، الله اكبر، وين الرجال؟ يا للرجال، اي أيوة والله، اجيت وحفرت ذيك الحرمة حفيرة وانزلته. بس انا اقول يعني شلون يعني حرمة؟ شلون نزلته؟ شلون جابته؟ ما ادري والله، بعد تشوفه بقلبك. واهالت عليه التراب وما اصبح عليه صباح، يعني بليلته دفنه، الا ابو عبد الله سلام الله عليه بقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن. هسه انا هنا اريد اذكر لك حميده وموقفها ويا عمها، بس بعد دل الكلام يمكن اذكر لك مولاتي حميده. الا ابو عبد الله هلموا لنبكي على الحسين، اغرب الغرباء بقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن. ايوا حسينا تصهره حراره الشمس، نايم 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 اخي شلون نومه، وحر الشمس غير رسومه، فوق الجتل سلبه وخدومه. والله يا قلب اليوين لحد يلومه. هاي قبل ايام، ايام عرفه، رحت المولاي مسلم وقريت هناك، والله يوفقكم ان شاء الله. واعتقد بعضكم راحوا وسووا دخوليه وكذا، بس انا رحت بعد يوم يومين وقريت المولاي مسلم وحنيت وخليت راسي على الشباك وقلت المسلم. أنا هالشكل عقيدتي ويا آل محمد، أدخل ما أقرأ زيارة، أدخل نعي. فقريت المسلم إلى أن قلت: مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شي بالأطفال، هم شفت ميت يجرونه. وهاي الناس الفقرة تبكي على مسلم، اي والله يجرونه بالأحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثلها، وأنا أقرأ وهاي القبة ترد علي الصوت: ذيك الساعة حاجت مدحج من الدور، أو شقت الهاني ومسلم قبور، بس حسين ظل بيوم عاشور، مرمي وجثته الدم غسلها. حر قلبي لزينب تقول له: يولي يولي يا اخويا ذبحه وكلها لي يالي، وسبوني وصوتهم علمتن يالي يا اخويا غريبه ولا اهل ضليت يالي اهل طبقه وسماع للوطي. بذيك الايام اللي انقتل بيها مسلم سلام الله عليه، بعد نزول الحسين من عرفه بأبي أنت وأمي يا حسين، وإجي قاصد العراق، وكان نازل مكان وناصب الخيام، وينظر سيد الشهداء للدنيا وهي حبلى وستتولد مصائب على الحسين وعلى أهل بيته، وهو العارف أبو عبد الله. وقد بلغه سلام مسلم، وإذا الأطفال يلعبون على مرابط الخيام، رقية وبنات الحسين وبنات آل عقيل، وإذا الحسين يشوف طفلة صغيرة قاعدة، الله يحميكم إن شاء الله، خال راسه بين ركبتيها ومنكسرة، حقق النظر أبو علي. وإذا يشوفها حميدة، حميدة بوية خالي، قالت: نعم يا خال، الويش أنت قاعدة ما تلعبين مع الأطفال على مرابط الخيام؟ عاد هي إجت العمها، قالت: يا عم أين أنا من اللعب؟ أنا اليوم ذاكر أبوي، أريد أبوي يا عمي، أبوي. الحسين شالها خلاها على صدره، قالها: أنا أبوك. قالت له: النعم، أنت عزيز وغالي يا عمي، أنت أعز من أبوي، أنت أبوي وخالي، خالها الحسين وعمي أنت، ورفعت رأسنا يا أبا عبد الله. بس تدري يا عمي، تحكي ويا خالها، بس تدري يا خالي، من أشوف بنات عمومتي قاعدة يم أبوات وأنا أبوي غايب، قلبي ينكسر.
عاد تقل الخالها تقل له وين وين انشدك يا عم ابوي وين ويلك منها تغيب تمارد علينا لو عالو علي من يعين غريب وعمامه بالمدينه بعد يوم يومين الحسين جاي بالطريق واذا نعامي جذاك الاعرابي الحسين عليه السلام يقول للوليد علي بني علي ادعو لنا هذا العرابي يجي ذاك العرابي حزين كئيب من ما انت جاي قال من الكوفة قال ما اخبار اخي وابن عمي مسلم جمعوا كل آل عقيل وآل هاشم نعم وآل الحسين اجا وريد يسمعون شنو الاخبار قال يا سيدي يعني بس انا وياك على حدا قال لا ماكو غريب اولادي اولاد عمومتي واخوتي قال يا سيدي اسمح لي ان اجمل القضية ما لي قلب يا ابا عبد الله أفصل قال نعم أجمل قال سيدي ما خرجت من الكوفة إلا وتركت جثتها أني ومسلم تسحب بالحبال بالأسواق بني هاشم لما سمعوا مصيبة مسلم مجتول مقطوع الرأس يسحب بالحبال نعم وعرفوا حتى جلسوا بالأرض صارت الرجال تموج الحسين أول من نصب تعزي على مسلم شاف هاي الرجال تريد تبكي على مسلم راح للخيمة قالوا خيا زينب وين حميدة أريد حميدة يا أخوي جاب حميدة خالها علمتنا ويمسح على راسها بني هاشم لما شافوا هذا الموقف من الحسين ضجوا بالبكاء انتحبوا على مسلم هناك أبو فاضل يبكي وهنا علي وهناك القاسم وهناك إخوان مسلم عادة هي شافت هذا الموقف ألمها التفت العمه تقل اردحاجيك يا حسين يا عم اردحاجيك واعتب وخاف العتب يا ذيك ان كان ابوي انشتل يفديك يا عمي انت بجانا والامل بيك الامل بيك وظلت يا عم عيون عليك والله له العيلة يخليك يقل انا ابوك انا ابوك وعمه وخواتي عماتك اذني وبناتي خواتك يسمع عني اويل على ابوك الراح مني يا عم على ابوك وعلى الهضم شبدي انا الله ايش كثر هضايمهم دارت الايام يا اخواني أرد أقرأ ختام بس هالليلة باسم مسلم واحد من الأخوة يشوف كأنما مولاي مسلم قاصد أحد المجالس وإن شاء الله كل المجالس يجوها آل محمد يقول وبيدة طفلة كأنما بنيته حميدة سلم عليه مولاي وين قال له رايح المجلس الحسين قال له يا مجلس قال له هذا المجلس فد مجلس هسه أنا ما أريد أفصل الحال وإن شاء الله كل المجالس مقبولة عند مسلم وفصل لأي مجالس وإن شاء الله هذا مجلسكم وكل المجالس على كل أحبابي دارت الأيام وجاءوا بعائلة الحسين وأدخلوهم إلى خرب من خريب كوفة ومولاتي زينب قالت لأحد النساء قفي على الباب وامنعي كفانا تفرج وإجت حرمة وقفت وسلمت قالت أنا شريكتكم بالعزاء وجايبة طعام للأيتام من أنت قالت أنا طوعة وأوصاني مسلم أقدم الطعام لكم ودخلت وسلمت على مولاتي وقلت المولاتي أكو طفلة وياكم المسلم أرد أشوفه عاد لما سمعت مولاتي حميدة قامت كالطير المذبوح ترفرف بين يدي طوعة وهي تقول عمه طوعة ما جرى على أبي شلون يعني شلون دارت بي الحال عمه يا طوعة احكي لي الصار من دارت بمسلم الكفار يقولون للكوفة كبيرة كبيرة وعدوان بيها كثيرة مسلم يا ابويا والله حيرة
اليتيم صرت وانا صغيره يا ابويا يا ابويا يا ابويا واخواني ضاعوا من عيني وما حد يدور وياي يا ابويا. انا ببالي ابيات اريد اقراهن عن مولاتي زينب تقول لابن عمها لما دخلت الكوفه كانما تسمع صوته كانما تسمع صوت ابن عمها نعم يشوفها اسيره الله اكبر ليش يا زينب دمعت تسايله وليش عصابه لبراسك مايله تقل لي يا ابن عمي لا تقل ليش واسمع حالتي خل خبرك بعظمي ومحنتي مالت العصابة من شفت اخوتي نومة واخي وولي العاد صايلة قالت يا ابن عمي والله بيت مأثر بي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي انا لقضيت عمر حات بحات بحايات ولا مرة بكرامة نفس بحايات أصوات القبل ما تنسمع بحايات لأن عبايس مرمي علي يا عليك سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية استعد للعزاء جزاكم الله خير.